اهلا وسهلا بكم في مطبخ امولة للكيتو واللو كاربولات الصحي. يلا نشوفوا طريقة تحضير ومقادير الكعك المعسل والملون في نظام الكيتو واللو كارب. ومقادير وطريقة تحضير كعك الضفيرة اللي بلونين، لون ابيض ولون الكاكاو، والكعك هذا من غير بيض. عندي ملعقة اكل زبدة طرية، وعندي ملعقة اكل زيت زيتون، وعندي ملعقة أكل سكر. ليش حطيت ملعقة؟ لأن بعد نطيب الكعك نبي نعسله، فملعقة واحدة كفاية، أو مش لازم تحطوا سكر في حالة إن بنعسلوه من برا، بس ملعقة احتياطي. مرات ما يخشش السكر العسل جوا فيه، فأنا درت احتياطي ملعقة أكل. عندي ملعقة أكل الصمغ العربي، هذه اختياري. وعندي ملعقة أكل ألياف الشوفان اختياري، يا تحطوا صمغ يا تحطوا ألياف، بس أنا حطيتهم الاثنين مع بعضهم. ونخلط الخليط. وعندي اللي بيعجن العجينة ماء الزهر أو الماء الورد أو ماء العطر، هو جميل جدا بماء العطر، بس ما عنديش ماء عطر. نحطه ملعقتين أكل ماء، أنا حطيت ماء الزهر، ونخلط الخليط مع بعضها من فتحة العجينة. وعندي كوب دقيق اللوز، عليها رشة ملح، نحط شوية شوية نين تعجن، نعجنوها نخليها عجينة متماسكة، نشوف يمكن تحتاج أكثر من كوب. نحط الدقيق، نحط الكوب ونعجنها. جابت لي عجنتني، كانوا قلنا اختياري يا تحطوا صلب يا تحطوا الياف الشوفان. هذه هي العجينة اللي نبيها، هذه انعجنت، وبما انعجلتني بماء الزهر كان دقيق عادي. هذه هي العجينة لأننا نبي نشكلها، هذه هي. لكن قبل ما نشكلها نبي نقص العجينة على اثنين، نقص على اثنين، نبي نديرها واحدة باللون القهوي البراون أو لون الكاكاو، خلي واحدة على جنب، والجزء الثاني ناخده كاكاو. ملعقة أكل كاكاو، نحط شوية، نحطه ونشوف اللون كيف يعطيني. ندخل الكاكاو في العجينة. بصراحة الصمغ وألياف الشوفان حتى هما من المكونات بصراحة السحرية اللي قدرت نتحكم في العجينة ونشكلها زي ما تبي. هذه هي العجينة، فقعد عندنا عجينة لون ابيض وعجينة لون الكاكاو. وين خلوها ونشوف كيف نشكله. وصلت على العجينتين، العجينة البنية والعجينة البيضة، هذول الاثنين. كيف ناخذ قطعة نقفلها مع بعضهم. عجينة الكعك جاهزة، وفي ملاحظة اذا لاحظتوا ان العجينة البيضة والبنية ما تمشيش معانا في اليد، يعني جافت، يعني نزيد ماء الزهر لكل نوع. نلف، نفتح هذه الأصوابع، وين أبيض مع بعض، نحاول نفك بعض. وندمجهم مع بعضهم، خليه مكي وندمج اللونين مع بعضهم، نعطين اللون هذا نحطه مع بعضهم ونشكلها على يد كعك. نفس الوقت نبدا نمسكها تعطيني الشكل هذا بين البني والابيض. نكمل المقطار ونشوفوا شكله قبل ما نحطه في الكعك الضفيرة
كملناه. اعطاني سبعة كعكات ملونة بني وابيض، ولازم يكون قوامه مرتفع قبل ما احطه الفرن. لازم ندير الطريقة هذه لانه معجون من غير بيض، عجناه بماء الزهر فبش نبي يطلع شكل جميل. خلي له قوام عالي. شغلنا الفرن على 180 درجة ونشوفون لين يتحمر يعطينا مش تحميرة متوسطة، يعني مش هنخلوه ينحرق، هنخليه قريب ربع ساعة ونشوفوا الكعك الملونة والكعك الضفيرة. خليتها 20 دقيقة وطلعناها من الفرن وقال نزل ساخن، لكن ساخن لكن ماسك نفسه عند الكعكة وريحة ماء الزهر. وعندي الشربات اللي من قبل صنعته بالأليلوز، جهزت الشربات. وعندي مبشور جوز الهند، شو بندير الشربات بارد نغطس الكعكة، الكعك الملون أو كعك الضفيرة، نحطها هيك ونحطها في الكوكنات، نلبسها بالكوكنة. بصراحة هذه من الكعك اللي مشهور بالدقيق العادي، بس أنا من كثر إعجابي به قلت يلا ليش ما نحولوش للكيتو حتى احنا ما نحرموش نفسنا. ونكمل المقدار نتحصلوا على الكعكات الشكل هذا. غسلنا الكعكات وغطينا لهم المبشور جوز الهند، بصراحة الشكل رائع. عندي في طبق التقديم هذا الكعك، هذا هو طبقنا اليوم، ونشوفوا شكلهم من جوا. الكعك جاهز، طبق الكعك الملون او الكعك المهسل، بصراحة من ناحية القوام رائع جدا، من ناحية انها تعسلت ومسكت العسل ممتاز، صراحة جميلة جدا. نشوفوها من جوا روعة، طلع لي كعك معسل ولا معلق. وشوفوا الالوان، ناقصها فنجان قهوة. يلا صحة وهنا.